في 1964 اضطرت أم محكوب إنها تسيب قريتها تغرق تحت مية النيل وتهاجر لمكان جديد عمرها ما شافته قبل كده. وجستل قرية أم محكوب القديمة هي واحدة من ضمن 44 قرية نوبية غرقانة هنا تحت بحيرة ناصر. النوبيين ومن ضمنهم أم محكوب قرروا وقتها أنهم يضحوا بوطنهم في النوبة القديمة ويتهجروا لهضبة كومومبو في أسوان عشان تقدر مصر كلها تستفيد من مشروع السد العالي وبحيرة ناصر. بس في نفس الوقت عمرهم ما نسيوا النوبة القديمة، وفضل حلم الرجوع جوه كل نوبي وكل نوبية، وفضلوا يورثوه لولادهم وأحفادهم، لكن نادر منهم اللي حاول الرجوع بالفعل.